رح نشوف احنا وياكم ست مواهب اختارها ميسي وتوقع انها تتألق لكنها اختفت. السادس اكورسيو بنتيفنيا، كان مميز بنادي باليرمو وبعد مرور عدة سنوات اليوم هو بيلعب الدرجة الثالثة بالدوري الايطالي. اللاعب الخامس ماركوس لوبيز، كان يلقب بروني الجديد خلال بدايته مع فريق مانشستر سيتي، لكن اليوم بيلعب مع نادي اولمبياكوس اليوناني. أربعة اللاعب البرازيلي كينيدي، لعب مع تشيلسي على سبيل الإعارة وبعد ست سنوات من الفشل رجع البرازيل وتحديدا نادي فلامينغو. رقم ثلاثة جيمس ويلسون، تحول من ناشئ موهوب مانشستر يونايتد إلى لاعب درجة ثالثة بسكوتلندا. رقم اثنين جياسي زارداز، وصل لعمر 30 سنة وما قدر إنه يحترف بأوروبا، بقي بالولايات المتحدة الأمريكية. رقم واحد كاريت شيلتون، لاعب أمريكي تاني موهوب أيضا، وصل لعمر 28 سنة وبعده بملاعب أمريكا وما قدر يحترف بأوروبا. الخلاصة أو العبرة اللي ممكن ناخدها من هالموضوع أنه لو كنت لاعب عظيم هذا الشيء ما بيعني أنه توقعاتك الكروية تصيب دايما. أبرز دليل على هالشيء كانت تكهنات كل مارادونا وبيليه اللي بحياتها ما صابت.